الممثل نبيل عسلي، وهو من مواليد 1980، وهو يبلغ حاليا 43 سنة، يبلغ طوله 1.75 متر، ويبلغ وزنه 73 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوج. الممثلة سارة لعلمة، وهي من مواليد 1993، وهي تبلغ حاليا 30 سنة، يبلغ طولها 1.60 متر، ويبلغ وزنها 55 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية غير متزوجة. الممثل نسيم حدوش، وهو من مواليد 1988، وهو يبلغ حاليا 35 سنة، يبلغ طوله 1.73 متر، ويبلغ وزنه 72 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية غير متزوج. الممثلة عايدة عبيبسة، وهي من مواليد 1961، وهي تبلغ حاليا 62 سنة، يبلغ طولها 1.66 متر، ويبلغ وزنها 80 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوجة. الممثل عادل الشيخ، وهو من مواليد 1975، وهو يبلغ حاليا 48 سنة، يبلغ طوله 1.76 متر، ويبلغ وزنه 83 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوج. الممثلة ياسمين عبد المؤمن، وهي من مواليد 1977، وهي تبلغ حاليا 46 سنة، يبلغ طولها 1.63 متر، ويبلغ وزنها 58 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوجة. الممثل محمد بن داود، وهو من مواليد 1979، وهو يبلغ حاليا 44 سنة، يبلغ طوله 1.85 متر، ويبلغ وزنه 79 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوج. الممثلة نجية العراف، وهي من مواليد 1955، وهي تبلغ حاليا 68 سنة، يبلغ طولها 1.57 متر، ويبلغ وزنها 85 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوجة. الممثلة نسرين بالحاج، وهي من مواليد 1978، وهي تبلغ حاليا 45 سنة، يبلغ طولها 1.58 متر، ويبلغ وزنها 89 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوجة.
الممثل رضوين مرابط، وهو من مواليد 1963، وهو يبلغ حاليا 60 سنة. يبلغ طوله 1.70 متر، ويبلغ وزنه 83 كيلوغرام. الحالة الاجتماعية متزوج.